السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة جاسبر. كنت تكونوا كاملين لاباس كاملين تكونوا بون سونتي. معكم الأخ زينو ام اش دي من الجزائر. فيديو اليوم هي فكرة مستوحاة من عند الأخت سلمى من مدينة الدار البيضاء. تحية لكل المغاربة اللي تابعوا زينو ام اش دي من الدار البيضاء إلى أكادير من طنجة القويرة. تحية خوتي اللي تابعوا زينو ام اش دي. فيديو بعنوان لن تصدق بأن هذه صور هي كيكات، يعني عبارة عن كعك. كعك يعني يؤكل، يعني كعك حقيقي يؤكل ولكنه مصور في العديد من الأشكال وفي العديد من الصور. يلا نشاهد هذا الفيديو من عند الأخت سلمى. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر اللايك. رابط الفيديو رابط المقطع موجود في الديسكريبشن بوكس. يلا نشاهد الفيديو مع بعض. You won't believe these are cakes. يعني لن تصدق بأن هاتي كعكات. أوكي، هذه بالفانيلا، كعكة الفانيلا، كعكة الفانيلا المحضة. أوكي، هذا السيروب هنا، يعني كريمة الزبدة، كريمة الزبدة، عجينة. يو، الطبخ فن، الطبخ فن. هذا الجن للأكل. طبيعة الحال كل شيء مصنوع هنا يؤكل. أوه برجر، هذا برجر. شوف يعني المارشميلوز مع الشوكليت مع العديد من المكونات الغذائية التي تؤكل. واو، عبارة عن لحمة. هذه يعني عبارة عن سلطة خضراء. سيقلدون البرجر. البرجر يا حبيبي البرجر. شوف يعني فن صراحة، تستمتع هذا البصل، تستمتع لما تشاهد الطبخ وفن الطبخ صراحة. ليس كل إنسان فنان، طبيعة الحال كل إنسان فنان في مجاله، والفنانين في مجال الطبخ يعني صراحة أنا محب للطبخ، محب لفن الطبخ، لذلك شوف هذه الأمور تأثر فيها بشكل كبير. الله، تشيز وكل شيء، هذا كل شيء يعني يؤكل. شوف التحمير على الأطراف. هذه الصلصة التي سيقومون بها ساق الخبز على حسب ما تعتقد. لا، ليس الخبز وإنما البصل. ياو، so beautiful صلصة البرجر. شوف يعني هذا كيك، هذا كيك، هذه كعكة. أوكي، كعكة أخرى. خلينا نتوقع وش هي الكعكة هذه. والله ما لست أدري ما هي، ما عنديش فكرة. شوف كل مكونات حلويات، يعني كل مكونات جينواز، شوكليت، كريمز. أها، عندكم فكرة؟ أنا ما عندي فكرة. ممكن يكون دلاع. الدلاع، أي بلع. الدلاع ليس أبيض، دلاع أحمر. وش ده؟ ممكن يقوم بإنجاز يعني صومعة بناء، ما بناية ما. أوكي، شوف يعني صراحة كل شيء بيرفكت، كل شيء مثالي، يعني يقومون بصنع مثالي للأشياء. وبطبيعة الحال حتى الملونات هي ملونات غذائية طبيعية، يعني ملونات. أوه بطيخ يا حبيبي، بطيخ أو دلاع باللهجة الجزائرية. شوف الجمال، شوف كل شيء، يعني صراحة هذا كيك. يا سبحان الله، الطبخ فن، الطبخ فن. شوف 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 شوف، حتى أبسط الديتيلز يعني متقونة، سبحان الله. أوكي أوكي، الآن خلونا نتوقع وش ذا. أها، كريمز على الأطراف، على الأطراف، كل شيء على الأطراف. الله الله، الإبداع. يعني صراحة لما يملس أطراف الكيك من أجمل الصور المريحة صراحة. شوف 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 يا. كل شيء بالمسطرة، سبحان الله. هذه ممكن تكون شمعة، الشمعة يعني كبيرة الحجم، هذه صغيرة، هذه كبيرة الحجم، الشمعة تكون أصغر. أوكي، خلوني أتوقع يا حبيبي. طبيعة الحال كل شيء بهذا العجينة، عجينة غذائية، عجينة سكرية يعني. أوكي، حد الآن غير واضحة، حد الآن الأمور غير واضحة يعني. أها، والله لحد الآن لست أدري ماذا
ماذا يفبركون؟ يا والله ما عرفت واش فبركوا يعني في الكعكة اللي فاتت. يعني عنقولي فلسفة واش كانت هذيك يعني الكعكة الوردية. شوف طريقة التمليس جد رائعة. هذه بناية أخرى. مازال ما انتهاش البناية. أها. يا كل شيء متقن وكل شيء مدروس صراحة. يا أها. كتابة الحروف وش هم كاتبين؟ هوت بينك ميلون. مازال ما انتهوش من الوردي هذا. قارورة شوف قارورة. سبحان الله. كل شيء يعني بالسنتيمتر والمليمتر يا حبيبي عيني. يعني قارورة هذاك صبغ الأظافر ولا يعني صبغ أظافر أيدي البنات. واو صراحة واو. هذا الخبز بالعجين. شوف طريقة التمليس طريقة يعني وضع كل شيء في مكانه. شكله كروي هذا. شكله كروي ولكن البطيخ قامت بصنع البطيخ. ممكن يكون شيء آخر. شوف يعني كل شيء موجود وكل شيء حاضر. كل شيء ساند من أجل ممكن تكون سلحفات. سلحفات أم ماذا؟ حلزون. يو ما هذا يا سادة؟ تخيلوا معي أنه هذا الخبز ولا هذا العجين يعني حلو المذاق وطرية الشكل وطرية البنية وصراحة يكون طعمه جميل جدا. وتأكل أشكال مثل هذه صراحة إذا ما شاهدتها بالعين المجردة تقول بأنها يعني بلاستيكية وحديدية أو حقيقية، ولكن في الواقع هي مصنوعة بمواد غذائية قابلة وصالحة للأكل. حد الآن لست أدري ما هذا. دجاج. الله الدجاج. دجاج. تشيكن دينر. تحية لكل من يلعب بابجي من هذا تشيكن دينر. شوف يعني حتى الديتيلز ولا تفاصيل يعني الشواء وضعتهم على العظام على البونز وعلى اللحم وعلى كل شيء وعلى الجلد وعلى كل شيء. راحة الفنان رائعة. واو يو. الله. شوف يعني طبق رائع من مجموعة من المأكولات الرائعة الحلوة حلوة المذاق. كان مقطع اليوم الآن للأخت سلمى من مدينة الدار البيضاء. إذا ما كان عندكم أي مقطع من المقاطع لا تنسوا التواصل معي في الإيميل أو التواصل معي في الإنستغرام أو في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. أنا حاضر على الفيسبوك على تويتر على الإنستغرام وحتى على الإيميل. يعني قولي تعليقات إيجابية. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. لا تنسوا الضغط على زر اللايك. اشتركوا في كل حساباتي في السوشيال ميديا. نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله. كان معكم زينو إم إتش دي من الجزائر. بغيت نصوات قلب طاش ما لقى دون سطاح حضينت بقى البواد خطيب النابة داخل حس وقذابة كل شي منوي قلقي محل قحابة سواب سواب قاقة شاب شاب راب راب لاقراب سترش راب ما شفقة تلو خفيفة شخصيته مضعيفة من داخل مرضو وانا واقع برضا شريفة بريم مخفيفة بريم نجيفة عقلي نضيفة فوش شرطة سيفة عقلهم كي كانوا يرمانو
احنا كنا عايشين صحابنا ولا عشرانو نادم ما دا يمشي حرك الفلوس كيبانو ولا تسالو كيمشي بنادم زرفو غلسانو.